كما نظمت حملة كلنا معك من أجل مصر مؤتمرا شبابيا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط لفترة رئاسية ثانية بحضور عدد من قيادات المحافظة التنفيذية وأيضا قيادة المجتمع المدني والشباب. المشاركون أكدوا أهمية تأييد خطة التنمية والقضاء على الإرهاب بتأييد الرئيس السيسي لولاية ثانية. اختتمت فعاليات المؤتمر بفقرات فنية من طالبات واحدة من المدارس الذين قدموا أغاني وطنية متنوعة.